بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا. نستعين مشاهدينا متابعينا الكرام، نحييكم ونرحب بحضراتكم مع انطلاق ثاني أشواطنا في هذا الصباح للقعدان الثنايا مع شعارات أصحاب السمو والشيوخ يحفظهم الله ويرعاهم من كل سوء ومكروه. أبدأ في هذه اللحظات مع أول المراكز ومع أول التحديات، هنا شاهين بشعار هجن العاصفة يقدم لنا شاهين، هنا غياث الهلالي مع أول الانطلاقات. المركز الثاني الحضور من شاهين القادم بشعار هجن الرئاسة يقدمه المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، بينما أتابع المركز الثالث والحضور في هذه اللحظات والانطلاق مع مهيض بشعار هجن الشحانية فارا بن محمد بن حمد بن قريع المري، من يقدم لنا انطلاقتي وحضور. هنا انطلاقة مهيض، بينما المركز الرابع القادم المتحد بشعار هجن الرئاسة وصالح بن سعيد بالعرج المري، من يقدم انطلاقة المتحد وحضوره. بينما أتابع في هذه اللحظات انطلاقة المركز الخامس القادم والحاضر، هنا سلهود بشعار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم طارش بن مبارك بالقوبع الحبيري في عملية التضمير والمتابعة. بينما الحاضر هنا أتابع نجر لهجن الشحانية جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري، من يقدم لنا نجر مع انطلاقة المركز السادس. المركز السابع الحاضر هنا شاهين بشعار هجن العاصفة غياث الهلالي في عملية التضمير والمتابعة. المركز أيضا هنا الثامن الحضور في هذه اللحظات والقدوم، يأتي المهندس بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان الخبير عوض بن مبارك بن سعيد المهيري في عملية التضمير والمتابعة. بينما القادم في هذه اللحظات أيضا متعب بشعار سمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي فايز بن غفان بن حمد الجابرية في عملية التضمير والمتابعة. نداؤنا الأول انقضى مع هذه الأسماء مع هذه الشعارات الحاضرة والمنطلقة من خلال هذا الانطلاق الجميل، هذا الانطلاق المميز مع الشعارات الكبيرة مع الأسماء الحاضرة، من مع من غير في هذه اللحظات. هنا المتحد بشعار انطلاقة المتحد وحضور المتحد بشعار هجن الرئاسة وصالح بن سعيد بالعرج، من يقود المتحد ويحضر مع المتحد مع المركز الأول مع أول أشواط القعدان في هذا الصباح. يا سلام يا سلام. المركز الثاني القادم شاهين بشعار هجين الرئاسة يقدم لنا شاهين، هنا المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يحضر مع ثاني المراكز مع أيضا انطلاقة شاهين وحضوره. بينما المركز الثالث الحاضر في هذه اللحظات، هنا انطلاقتي وحضور مهيض لهجن الشحانية فاران بن محمد بن حمد بن قريع المري، يقدم لنا انطلاقة مهيض وحضور مهيض على المركز الثالث. المركز الرابع الحاضر في هذه اللحظات، هنا سلهود بشعار سمو شيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم طارش بن مبارك بالقوبع الحميري
في عملية التضمير والمتابعة بينما انطلاقتي وحضور المركز الخامس شاهين مع شعار يجن العاصفة غياث الهلالي. من يقود لنا شاهين مع انطلاقته المميزة مع انطلاقته الجميلة؟ بينما أتابع أيضا في هذه اللحظات الحاضر والقادم المهندس بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عوض بن مبارك بن سعيد المهير. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات الموفقة مع انطلاقة شعار. بينما أتابع القادم متعب بشعار سمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي، هنا فايز بن غفان الجابري في عملية التضوير والمتابعة. يا سلام على الأسماء الحاضرة، على الشعارات المنطلقة من خلال هذا الانطلاق، من خلال هذا التحدي والإبداع. العودة من جديد بينما أعود إلى مقدمة الشوط، إلى شعار هجن الرئاسة، إلى المتحد المتحد. من ينطلق هنا مع الصدارة بشعار هجن الرئاسة؟ صالح بن سعيد بالعرج في عملية تضمير ومتابعة انطلاقة المتحد وحضور المتحد الكبير والجميل على المركز الأول. ها هو المتحد ينطلق في هذه اللحظات، المتحد يبحث عن الفوز ويبحث عن الناموس مع أول أشواط القعدان في هذا الصباح. الله على انطلاقات المتحد وحضور المتحد الكبير والجميل. يا سلام المركز الثاني الحاضر شاهين بشعار هجين الرئاسة، يقدم لنا شاهين المجازف المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، المركز الثالث، الحضور مع ميض لهجن الشحانية فارا بن محمد بن حمد بن قريع المري بن قريع، يقدم لنا انطلاقتي وحضور واندفاع تميض على المركز الثالث. المركز الرابع القادم هنا نجر لهجن الشحانية، يقدم لنا هنا انطلاقة نجر جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري والمهندس، قادم هنا بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عوض بن مبارك المري في عملية التضمير. بينما أتابع شاهين بشعار هجين العاصفة غياث الهلالي، من يتابع انطلاقاتي وحضور شاهين في هذه اللحظات مع اندفاعته على المركز السادس. ولكن لنا عودة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى المتحد المتحد. المتحد بدأ في الإقلاع، المتحد بدأ في الانطلاق الجميل نحو الصدارة، نحو الناموس، نحو الفوز والناموس الغالي بالشعار الأحمر الخطير، الشعار الأحمر الكبير والمجازف المجازف المجازف بسعيد. محمد يا محمد يا بن عتيق يا بن زيتون يا المهيري، الكيل لا
الأخير، الكيل الخطير يا أخوان، المتحد وشاهين، الناموس من هذه اللحظات رئاسية ما بين المتحد وما بين شاهين، ما بين بالعرج وما بين المجازف، المجازف وبالعرج، ولكن المتحد 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 يعرف طريق الإنجازات، يعرف طريق البطولات. هنا شعار هجن الرئاسة، الشعار الكبير، الشعار المميز، أول أشواط القعدان مع شعار هجن الرئاسة. ولكن المجازف 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 محمد بن عتيق بن زيتون الأميري يتقدم بسعيد ويقدم لنا شاهين مع شعار يجن الرئاسة ليخطف أول أشواط القعدان في هذا الصباح مع شعار يجن الرئاسة. سلام للرئاسة وسلام يا أبو سعيد، سلام على الفوز والانتصار الكبير من صالح شعار يجن الرئاسة ومن صالح المجازف في أول أشواط القعدان الثنايا. الله تهانينا وألف مبروك على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني المتحد بشعار هجن الرئاسة، صالح بن سعيد بالعرج. المركز الثالث كان حضور نجر بشعار الشحاني جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري. والمركز الرابع كان المهندس بشعار سمو الشيخ أذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. والمركز الخامس كان حضور والتواجد أيضا شاهين أم هنا مهيض الشحانية فران بن محمد بن حمد بن قريع المري. تهانينا وألف مبروك على هذا الفوز والانتصار. إذن تهانينا لهجن الرئاسة وتهانينا للمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهري على هذا الفوز والانتصار. التوقيت الزمن 12 دقيقة 27 ثانية 9 أجزاء من الثانية، بينما المركز الثاني المتحد 12 دقيقة 29 ثانية و7 أجزاء من الثانية. المركز الثالث كان حضور وتواجد نجر لهجن الشحانية، توقيت ولحظات وصوله على المركز الثالث في هذه اللحظات. هنا 12 دقيقة 40 ثانية جزئين من الثانية. تانينا والناموس.